يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أديت العمرة مع ولدي، أحدهما عمره 3 سنوات والثاني 6 سنوات، فأتممنا كل المناسك، ثم قيل لي إن علي أن أذبح كبشين عن كل منهما لأني لم أحلق شعرهما وقد أديا العمرة، فهل هذا القول صحيح؟ لا هو صحيح، يخلق شعرهما خلاص تنتهي المشكلة، ويخلقه في أي مكان، أو خاص الحلق ليس خاصا في مكة، لو تحلقه في الطريق ولو في بلاد ما يخالف، إذا تذكرت فإنك تحلقه وتكمل عمرته وليس عليك فدية. نعم، وحتى لو ذبحت فدية ما يسقط عنك الحلق لأنه نسك. نعم.